يكاد لا يخلو شارع في الأردن من لافتات الإدانة والغضب من كافة العشائر والأطياف السياسية على جريمة قتل الطيار الكساسبة. فحتى منظر حركة السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي استنكر ما قام به تنظيم داعش، مؤكدا نبذه في الأردن ولو كفكر. بؤر المحدودة هي موجودة في معان والسلط ورصيفة، لكن هذه البؤر معروفة للدولة، معروفة للناس، لن تستطيع أن تقدم أو تؤخر في المشهد لأنها محاصرة، وليس هنالك بيئة حاضنة لهذه القوة التكفيرية قبل الآن، فما بالك الآن بعد ما تم الحادث البشع الذي رأيناه جميعا. باحثون في شؤون الحركات الإسلامية في الأردن يرون أن الحركات والأحزاب الإسلامية بعد قضية الطيار فرضت عليهم معايير جديدة قد لا تروق لهم، لكن حالة الغيظ الشعبي وإعلان الحرب على الإرهاب لا تحتمل جدلا، وإن كان استنكار بعضهم للجريمة جاء على استحياء. سيكون هناك تضييق من قبل الحكومة، من قبل الدولة على بعض التيارات السياسية الدينية المتشددة التي يعتقد ربما أنها قريبة من داعش وقريبة من الفكر الظلامي الذي تمارسه وتروج له. فكر داعش انحدر أو اندحر على صح، اندحر من الأردن ومن الشارع الأردني بشكل كبير وبشكل مؤثر. أما الحكومة الأردنية فلها رأي في هذا. أعتقد أنه دائما الأردن تعامل ليس بردة الفعل. كما ذكرت لك منذ قليل، الأردن دولة قانون، من يريد أن يبدي رأيه في أي قضية من القضايا متاح، نحن لا نحجر على الفكر ولا على الأفكار طالما أنها ضمن المنطق وضمن القانون. فتهديد داعش من الداخل يكاد يقترب من الصفر، لكن يبقى الأردن محاطا بوجود واسع لهذا التنظيم، ما يبرر إجماعا أردنيا اليوم بضرورة محاربته أينما وجد. بعد جريمة مقتل الطيار الكساسبة نبذ الشارع الأردني تنظيم داعش ولفظه خارجا، وتكونت حالة أردنية وطنية فريدة يصعب معها تكوين بيئة احتضان للتطرف، ما يعني بالضرورة تغيير المعايير والمقاييس في التعامل مع الحركات الإسلامية في الداخل. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، عمان.